عليكم، معكم زايد يا عبدو. نتمنى من هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. اليوم راح نتكلموا على دائما كما الفيديوهات السابقين على النجاس، نوعية سانتا ماريا او بما يعرف بالشجر الكومتاري. هنا نشوفوا امامنا هنا شجرة انجاس، شجرتين تاع الانجاس هذه تختلف عن باقي الاشجار. هنا نشوف هذه النوعية ليست بنوعية سانتا ماريا، يعني بدات يعني كملت الاوراق وبدات تعطي في بعض الثمار. نشوف هنا جيدا الثمار نوعية، بينما اغلب الحقل هو اشجار الانجاس نوع سانتا ماريا، يعني يكون متأخر نوعا ما في إخراج الورق. نشوفوها بدا، نشوفوها جيدا هنا، بدا يخرج في الأوراق، بعدها إن شاء الله يزيد يخرج الزهور. هنا نتمشاو في وسط الحقل جيدا، يعني جيدا كيفاش راهي الدعوة. وحتى عملية السقي، نشوفوا عملية السقي، يعني الأرض مسقية بطريقة جيدة. الحقل يعني بصفة عامة، الحقل جيد بصفة عامة، الحقل بصفة عامة يعني جيد، يعني أموره تمشي كما ينبغي. هذا النوعين الصنفين يختلفين على الحقل، مجموع الحقل. وهنا نشوفوا هذه شجرة من شجرة البرقوق، يعني بعد عملية التسميد أعطت نتائج لا بأس بها، أعطت نتائج لا بأس بها. يعني أعطت نتائج لا بأس بها. وهذا حقل، يعني حقل الإيجاص بصفة عامة كاين تحسن، حتى بالنسبة أشجار الزيتون، يعني راهي في حالة جيدة. شاهدوا جيدا هنايا أشجار الزيتون، شجرة تاع الزيتون، يعني راهي في حالة جيدة. هنايا كذلك نشوفوا بعض الحمضيات، نتحولوا الحمضيات. هنا شجرة حمضية أربعة فصول كارت سيزون، يعني بصفة جيدة. من الجهة الثانية عندنا حقل النخيل، النخيل قمنا بتلقيح النخيل، مجموعة أشجار النخيل تمت عملية تلقيح بصفة نهائية. شوفوا مليح النخيل، هذا من نوع دقلة نور. النخلة هذه هنايا نشوفوا من نوع الغرس، أو ما يسمى في الجزائر بنخلة الغرس، يعني نخلة الغرس. بين النخيل قمنا بغرس أشجار البرتقال، شوفوا مليح أشجار البرتقال كذلك هي حالة جيدة. كما قلنا منذ قليل بأن أشجار البرتقال يعني توسط النخيل. نشوفوا أشجار البرتقال هنايا نوع طامسون، يعني توسط خطوط بين خطوط النخيل. يعني نشوفوا بعد عملية التسميد والتهيئة وتجديد شبكة السقي، اليوم راه في حالة جيدة. يعني هي علاش بين النخيل، يعني بعد تعطي تلطف الجو، ونعرفوا باللي شجرة البرتقال يعني نوعا ما ضعيفة وتحبش قساوة المناخ، وبالتالي يعني تحت النخيل يساعدها الجو على النمو بصفة جيدة.
نتمنى يكون عجبكم الفيديو هذا، ما تنساوش باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم.